دكتور، كانت لك تجربة درامية بمسلسل العميل 101 وسنة 2005 من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ليش ما تكرر هالنوع من الأعمال الدرامية الطويلة؟ انا يعني مش عارف ليه ما عنديش انا الميل الكبير لفكره الدراما. يعني انا عملت كذا مسلسل اذاعي، نعم. وعملت حلقات تلفزيونيه كانت منفصله اسمها من الجاني، وكتبت كذا حاجه. بس انا بحس ان انا بالدرجه الاولى كاتب مش سيناريست، نعم، فما أوكي. ما بحسش بالمتعه وانا بكتب سيناريو، نعم. لان برضو الكاتب امبراطور منفرد كده، يعني بيكتب الحاجه، الكتاب من اول عنوان الكتاب لغايه كلمه الغلاف الاخير كلها بتاعته هو، ما صحيح. حدش بيتدخل فيها خالص. أكيد. لما بيخش بقى في عالم الدراما بيبقى جزء من منظومه، يعني في منتج وفي مخرج وفي نعم. ممثلين وفي سيناريو ممكن يتعدل صحيح. وفي رقابه، يعني بتخش العمليه في حاجات كتير قوي. فاحيانا الكاتب اللي هو اصله كاتب ادبي ما يرتاحش قوي في الدراما، يعني اللي يرتاح في الدراما الناس صحيح. اللي هم سيناريستات من الاساس يعني. فانا لغايه النهارده ما بحسش بالراحه او ما بحسش بالمتعه وانا بكتب سيناريو. بكتب يعني حتى في الوقت الحالي بكتب سيناريو، بس برضو بحس ان المتعه الفعليه في الروايه مش جميل. في السيناريو. نعم دكتور، يعني